ايه الاخبار جماعة؟ الناس دي اكتشفت كوباية بتحول اي حاجة لايس كريم، مية، عصير، بيبسي، اي حاجة لو حطتوني انا جواها ممكن هتحول ايس كريم. طبعا الكوباية دي عاملة قلبان جامد جدا يا جماعة عشان خاطر اللي بتعمله، وخلوني اقول لكم ان انا مبسوط جدا حرفيا ان انا الكوباية دي يا جماعة بحاول اشتريها بقالي اكتر من 3 شهور وما لقيتهاش في مصر، واشتريتها من على موقع اجنبي. اضطريت ان انا ادفع عليها جمارك عاليه جدا لدرجه ان انا دفعت في الكوبايه دي 2000 جنيه مصري. طبعا انا دلوقتي هجربها معاكم لاول مره، ويا رب يا رب تطلع فعلا بتعمل اي حاجه ايس كريم علشان ما ندمش وما تكونش فلوسي ضاعت هدر. طبعا دي العلبه اللي بتكون فيها، دي الالوان اللي بيجي منها الكوبايه، ازرق واصفر واخضر وبينك. مكتوب في الورقه ان احنا لازم نحط الكوبايه دي في الفريزر لمده ساعه قبل ما نستخدمها. تاني حاجه نحط فيها اي حاجه سايله، لبن، زبادي، تمر هندي، شاي، اي حاجه سايله هتحولها في لحظه الى ايس كريم. طبعا اختصارا للوقت انا قبل الفيديو طلعتها زي ما هي كده وحطيتها في الفريزر قبل الفيديو بحوالي ساعه، وشلت من عليها بس الغطا والمعلقه والشاليمو. طيب هي دي الكوبايه، انا حطيتها في الفريزر زي ما انتم شايفين، هي ما فيهاش اي حاجه، هي فاضيه من جوه اهي. بس انا حاسسها حتى هي لسه طريه، هي الكوبايه زي ما هي زي ما حطيتها، بس حاسسها سقعت شوية. وبما ان هم قالوا اي حاجة تتحط فيها تتحول لايس كريم، فانا هحط لبن على سيرب فراولة بحيث ان هو يتعمل ايس كريم بالفراولة. ولو حطينا مثلا اللبن ده عليه صوص شوكلت مثلا هيتحول ايس كريم بالشوكلت. فطبعا انا هجرب في كمية مش كبيرة، هجرب في الكمية دي كده مثلا، وهستخدم سيرب فراولة، سيرب فراولة عادي اهو، تمام كده. هبتدي ان انا ادمجهم مع بعض، تمام بس كده. زي ما انتوا شايفين الكوبايه من جوه فاضيه ما فيهاش اي حاجه، ودي المفروض ان هي المعلقه بتاعتها، تمام. هنركب المعلقه كده ونبتدي ان احنا نجيب العصير اللي احنا عملناه اللي هو لبن بالايس كريم، ونبتدي نفضيه جوه الكوبايه اللي بيقولوا ان هي سحريه، واشوف فعلا هل هتحول الايس هتحول الخليط ده لايس كريم ولا لا. نقول بسم الله اهو. انا كده حطيت، مش عارف ابين لكم، بس هو انا حطيتها واتملت على الاخر. دلوقتي المفروض ان انا ابتدي ان انا اضغط على الكوبايه كده، بسم الله يا رب، بجد يا رب يا رب. هي عماله بتشفط البتاعه لجوه كده، بسم الله. هي بدأت تتقل شوية بس برضو لسه ما جمدتش. بصوا يا جماعة انا كده بالظبط بقالي 10 دقايق بضغط عليها، هي قربت تعمل ايس كريم. بصوا هو يعني هو مش ايس كريم قوي، بس انا حاسس ان هي قربت. بصوا، وكل ما بنضغط يعني كل ما بضغط من تحت بتخلي الحاجات سمكها يبقى اتقل. اوف ماشي، انا حاسس ان هي كده دلوقتي ان هي جاهزه ان هي ندوقها. انا مش عارف هي كده يعني، انا بضغط عليها عشان اطلع اللي جواها اهو مثلا. انا حاسس ان هو كده يعتبر تمام بقى ايس كريم. بصوا يعني بقت كتله يعني متماسكه جدا، فاللي هو يا جماعه هو تحسوه هو اللبن والفراوله بس متجمدين، مش ناشفين بس متجمدين، معمول زي ما انتم شايفين كده ايس كريم.